الو عن سراشة، انا يوسف هاستناكي بكره تحت الجسر الساعه 10، بدنا نطلع على بيروت. فكرة كل الطريق كان قميصك مدرر غلط. معقول كان هيك كل الطريق وما قلتي لي؟ الهيئة خيك مهضوم كتير. هذا مو أخي. الوجبة الرئيسية بتكون جاهزة بعد 20 دقيقة. ما توقعتي تجاوبيها بهالقوة. يوسف أنا مالي خجلانة فيك، أنا طلعت معك باختياري وبدي أتحمل مسؤولية هذا الشيء. قديشك قوية؟ اللي بشوفك بيفكرك شو بيفكرني؟ ضعيفة؟ لا مو قصدي، قصدي رقيقة يعني. بس الرقة ما بتتعارض مع القوة. بتعرف شو؟ أنا كتير بزعل لما بشوف بنات بعمري بخافوا يعملوا أي شيء حتى لو كان من حقهم. خوف من الناس معدي. أنت بتخاف؟ لا كذاب، كلياتنا بنخاف بس كل واحد بخاف في طريقته وأسلوب. ما تواخذيني على سؤالي، بس إذا الشاب مش خيك مين بيكون بالنسبة لإليك؟ خير ان شاء الله. مشان شو هالسؤال؟ يعني للتوضيح، لانه الشاب من يومين اجى حجز عندي اوضه وانا ما بسمح بهيك امور تصير عندي بالاوتيل. سوري، شو هي الامور بالضبط؟ يعني تفكري تطلعي انت وياه على الاوضه و روقي اذا هلا بتنزلي على الشارع وتطلعي حواليكي. بس طبعا هداك رجل ومسمح له، حتى اذا بدك محلل له يرافق ويتطلع ويتزوج بنات اصغر منه. بس إذا المرأة عملتها فبيكون عيب أو حرام أو دغري منشك بأخلاقها أو قيمها، مو هيك؟ ما تواخذيني بالإذن. أنت ليش حجزت الأوضة؟ أنا جايبك لهون لحتى أكون معك، لحتى تقعدي جنبي أحكي معك وأطلع بعيونك. أنا من وقت ما شفتك وأنت صرت كل شيء بحياتي. أنت متضايقة من كلامي شيء؟ لا عادي كمل. أنا كل يوم بالليل بحلم فيكي، بحلم فيكي لابسة كل يوم شكل، بحلم فيكي بكل الألوان، بحلم إنه بشو بتحلم؟ بحلم إنه عم ضمك. أنا مثل كل الشباب، إلنا عالمنا الخاص اللي منخلقه هون. أنت عايشة هون، عم تنامي وتفيقي معي جوا كل يوم. أهلنا بيفكروا إنه إذا سكروا الأبواب ومنعونا من الإنترنت وطفوا التلفزيون وقلعوا رفقاتنا، بيفكروا إنه حنطلع من هذا العالم اللي خالقينه نحنا. هذا العالم ما حدا ما مفتاحه غير نحنا. يمكن أنا مشان هيك حجزت الأوضة لطبق هاي الفانتازيا اللي أنا صنعتها بعالمي الخاص. هاي الفانتازيا لتصير حقيقة لازم يشاركوا فيها اثنين، وهذا اللي حاولت أعمله. شايفة بنات ونسوان وقحين بس بوقحتها ما شفت. لا 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 لا، لك بكل عين وقحة مسكت له إيده وحطت عينها بعيني. وشو طلع هيك شاب مع واحدة أخته الكبيرة؟ شاب مراهق، ولك شو عنده لتطلع معه على الأوضة غير شبابه وقوته؟ شو رح تعملي؟ رح ضلك حاجتي له الأوضة؟ شو بدي أعمل؟ مضطرة دافع رعبون ولازم أحجز له الأوضة. بس أنت فتحي لي عينك هالدور، ما يقوموا يطلعوا من ورا ظهري على الأوضة. حاضر. بعدك واقفة؟ يلا فوتي نطفي اللعبة قبل ما يجي ترمي العشاء، عجلي. وهلأ شو حيصير؟ ضروري تعرف وضروري أعرف أنا كمان شو بده يصير. بس أنا برأيي مو المهم شو بده يصير أو كيف صار، المهم هاي اللحظة هاي اللي نحن فيها. Thank you.
أمك تعبت اليوم وقعت بالحارة فاضطريت أحملها وإجيبها لهون أقعد معها لبين ما تجي. أمي تعبانة إلى يومين، لو علي أنا بضلني جنبها، بس لازم أنزل على الشغل كل يوم. إذا لزمك شي تالا أنا موجود، أوكي؟ زين، أنا برأيي تروح قبل ما يجي أبي، بلا ما يشوفك ويعمل لنا قصة. أمي مو ناقصة. أوكي أنا حروح، إن شاء الله سلامتها. تالا خلي هدول معك إذا لزمك أي شي، أوكي؟ أنا معي مصاري. تعال هدول لأمك. زين قلت لك معي مصاري. لا تخافي يا أمي، زين الله يرضى عليه ويخليه لشبابه، حملني وجابني على البيت. هاي حاسبة حسابك. ما بدك تحكي لي شو عم بصير معك؟ ما في شي. كيف يعني ما في شي ماما؟ أنا حاسة فيكي وبعرف إنه في شي عم بصير معك. ماما أنا نفسي ما بعرف شو اللي عم يصير معي، يمكن لو بعرفه كان في شاركك فيه. معناتها ماما الشي اللي عم تعيشيه عم بيخلي أفكارك تتأرجح بين الحقيقة وبين الحلم. لما بيكون الشي اللي عم نعيشه أقرب لفانتازيا الخيال بصير صعب إنه ندركه أو نفهم تفاصيله، وهذا الشي طبيعي بالمرحلة اللي عم تعيشي فيها هلأ، لأنه أنت نفسك على الخط الفاصل بين الطفولة والشباب، بين الحلم وبين الحقيقة. والحل؟ الحل المواجهة ماما. المواجهة هي بتحول الحلم لحقيقة وبتخليك تشوفيه بشكل كتير موضوعي، تشوفي سلبياته وإيجابياته.